مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في أينما كنتم من مدينة برشيد، ننقل لكم هذا الحدث. مدينة برشيد وما تعانيه هذه المدينة عاصمة الشاوية لقبيلة ولاد حريز بعد احتلال شامل لشوارعها وأزقتها من الباعة العشوائيين بعد إغلاق السوق الأسبوعي. لنتابع قراءة الروبورتاج مع مفادة القناة أحلام خليفي بعد الفاصل. للمشاركة في القناة لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد تشجيعا لنا. السلام عليكم، مرحبا مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في من مدينة برشيد وما تعاني هذه المدينة عاصمة الشاوية لقبيلة ولاد حريز التي لها صيد داخل الوطن وخارجه. اليوم تعاني من احتلال شامل لأزقتها وشوارعها من طرف تجار السوق الأسبوعي الذي أغلق من طرف المجلس البلدي السابق وعدم وجود حل لهذا الموضوع وخلق البديل رغم الأصوات التي تناشد بالبديل في غياب المسؤولية، مما جعل المدينة ترتدي حلة مخيبة للأمل من إزعاج الساكنة من صيحات الباعة وأصوات المنبه للسيارات والشاحنات ناتج عن عرقلة السير والإغلاق للشوارع والأزقة التي يمارس فيها البيع العشوائي. لرصد ما يحدث بعد إغلاق الأزقة وما يخلفه التوجه عبر السيارات إلى مخرج شارع مولاي إسماعيل، عرقلة السير المكتفة في غياب رجال الأمن لمراقبة السير، الساكنة تناشد وتطالب من المجلس البلدي الحالي الذي عبروا بأصواتهم لانتخابات 8 شتنبر ليكون المنقذ ورفع الضرر ليأخذ بزمام أمورهم وهمومهم، أن تكون له التفاتة مستعجلة في حل المشكل الذي تتخبط به المدينة جوار بناية المعلمة الحديثة القصرية المهجورة التي أصبحت مأوى للمتشردين ورمي النفايات دون استغلالها والاستفادة من متاجرها لمن يرغبون في مزاولة تجارتهم هنا. علامة استفهام إلى السيد عامل الإقليم الغائب عن تطلعات الساكنة ومعاناتهم من عدم التسيير والحوار حول ما يقع بالمدينة التي أصبحت بدون مراقب ولا محاسب. الساكنة تنتظر وتطالب عاجلا ومن الأولويات للمجلس الحالي المبادرة برفع الضرر الناتج عن فوضى الباعة المتجولون دون تنظيم أو أخذ القرار لوضع حل لهذه المهزلة كما هو الشأن بالحي الحسني التي يعرف كثافة من الساكنة وهو في فوضى عارمة. والسلام عليكم.